عهدا للانتصار، ففتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات للخيل التي لم تربح في شوطنا الأول على مسافة 1600 متر، والتقدم لملاوي الآن في المركز الأول مع محاولات لسبعة فوارة مكنون في المركز الثاني في هذه اللحظات مع هطول الأمطار الكثيف في هذه اللحظة على الميدان، ميدان المؤسس ميدان الملك عبد العزيز الفروسية هنا بالجنادرية، جعلها الله أمطار خير وبركة. والتقدم لملاوي في المركز الأول يتقدم بكل قوة في هذه اللحظات بقيادة صالح الشايعي مع محاولات من البقية، بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط، شوطنا الأول في هذا الحفل. والتقدم لا زال للملاوي في المركز الأول مع محاولات من فوارة مكنون، المحاولات كذلك تأتي لنجم السبية من الخارج الآن في محاولات من أحمد الأزهري للحصول على المركز الأول، والاقتراب الآن من المنعطف الأخير، المنعطف الأخير في شوطنا الأول مع تزايد هطول الأمطار في هذه اللحظات. الخط المستقيم والتقدم لا زال لملاوي في المركز الأول مع محاولات من البقية، بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط، وملاوي يزيد سرعته في هذا الشوط، الشوط الأول على مسافة 1600 متر، والمحاولات اللي عندك الآن في المركز الثاني، وملاوي بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، والمركز الأول، المركز الثاني اللي عندك، والمركز الثالث.